لا بس اكيد في انظمه هنا، اكيد في انظمه يعني، اكيد في قوانين. اهم حاجه من الدار 3 متر. ايوه اهم حاجه ده النظام عندهم. بعد يا رب عايز تملاها كلها مبنى واحد براحتك. هاي الحدود، هنا هاي الحدود بالكامل. تاكسي. Vrijedi ovu pogledat.
طبعا دي هنا الدور التاني. الدور التاني عندنا غرفة، ودي غرفة بغرفتين، وعندنا كذلك صالة على التلفزيون، والغرفة التالتة. الدور التاني فيها 3 غرف نوم وصالة. الميزة في البيت ان الخشب طبعا مستوى عالي جدا، الاطلالات جميلة، الحديقة على 6000 متر تقريبا، وسيدنهم ممتاز. منطقة مسلمين، حتى اصحاب البيت كلهم مسلمين زي ما انتم شايفين، بيحطوا المصاحف ازاي في مغلفينهم. وهنا في جلسة خارجية في الصيف. طيب زي ما هو، زي ما هو.